بمناسبة رأس السنة الهجرية، رعت النائب مريم اللوزي افتتاح بازار صويلح الخيري، والذي نظمته الجمعيات الخيرية ونادي الحرية الرياضي وصندوق الزكاة بالتعاون مع أهالي المجتمع المحلي للمنطقة لدعم الأسر المحتاجة والأيتام. النائب اللوزي أكدت على ضرورة تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال التعاون الملحوظ في افتتاح البازار الخيري في منطقة صويلح، الذي يعود ريعه لمساعدة الأيتام وفتح آفاق المستقبل لهم وتعزيز دورهم في المجتمع. يوم مبارك، يوم يعني في يوم الجميع أهالي صويلح مشاركين في البازار الخيري. ويرعى هذا البازار الدكتور عبد الحليم الكيلاني رئيس نادي عبد الحليم الزعبي رئيس نادي الحرية، وأيضا لجنة نون المصطفى للأيتام، وريع هذا البازار هو من أجل الأيتام. وأيضا معي عطوفة مدير عام للزكاة، وزارة صندوق الزكاة، عطوفة محمد اللوزي رعين هذا البازار، أيضا كل أهالي صويلح والجمعيات الموجودة الخيرية وجميع الفعاليات موجودة. شيء يسر أيضا أنه الكل مندفع لهذا العمل التطوعي، دلالة أنه المفاهيم عند الناس تغيرت لأهمية العمل التطوعي، أنه مش فقط الدعم الرسمي والحكومة والمؤسسات الرسمية، فالعمل التطوعي أحيانا في نتائج فوق العمل الرسمي، لأن الدولة ما عاد تستطيع أن تغطي كل هذه الجمعيات من الدعم، حتى لو كانت في وزارة التنمية الاجتماعية مثلا أو وزارة الأوقاف. فهذا العمل من الهيئات الشعبية الأهلية التطوعية، عملها يكاد يصل لكل أسرة موجودة، لكل يتيم موجود، واليتيم أمس الحاجة إلى دعمنا والوقوف إلى جانب هذا اليتيم. ممكن هو على مقاعد الدراسة ونستطيع أن نؤمنه بالكتب وبالقرطاسية الموجودة أيضا وبالحقائب المدرسية، ونصرف عليه ونأمنه بحيث أنه نتيح له المستقبل ينافس مثل الإنسان العادي اللي الله أعطاه سبحانه وتعالى المال، يعني مش الفقير، وهو هذا فقير، أنه لا يكون حاجز بينه وبين أنه يروض طريق المستقبل ويحقق الأمانة والطموحات الموجودة له. رئيس نادي الحرية الرياضي الدكتور عبد الحليم الزعبي أشاد بالجهود التي بذلتها الجمعيات الخيرية وعلى رأسهم النائب مريم اللوزي في تقديم يد العون والمساعدة للأسر العفيفة والأيتام. كلمة شكر لسعادة النائب الدكتورة مريم اللوزي والأستاذ محمد اللوزي على رعايتهم لهذا الحفل لأهالي مدينة صويلح، الذي نظموا هذا المهرجان الخيري التطوعي، لجنة وصدقات نور المصطفى صويلح ونادي الحرية الرياضي الثقافي الاجتماعي. احنا بنوجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل وهذا العمل التطوعي الخيري دعما للعائلات والأسر المحتاجة. وتخلل البازار العديد من النشاطات اليدوية كالتطريز وصناعة الصابون والأدوات المنزلية والقرطاسية وألعاب الأطفال وأصناف متعددة من المأكولات الشعبية، والتي عرضت للبيع بأسعار رمزية. حازم السردي، الحقيقة الدولية.